حياكم الله أخواني الأعزاء. في ظل أو في تحت تغطية مصاب الزهراء سلام الله عليها وفي هذه الأيام الفاطمية، لا بأس أن نقرأ عليكم روايات كيف كانت عائشة وأي حال كانت هي عليه حينما وصلها نبأ استشهاد الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. وقبل أن أقرأ هذه الرواية فلنقرأ رواية وردت في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني وهو أحد أعلام أهل الخلاف، ونرى كيف كانت العلاقة بين الزهراء سلام الله عليها وبين عائشة لعنة الله عليها، وكيف كانت هذه المرأة الخبيثة تؤذي سيدة النساء صلوات الله عليها. موضع الشاهد يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله يخاطب عائشة فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كأبي زرع وأم زرع. فقالت: يا رسول الله حدثنا عنهما. فقال: كانت قرية فيها 11 امرأة وكان الرجال خلوفا، فقلنا تعلينا نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب. كان رجل يكنى أبا زرع وامرأته أم زرع فتقول أحسن أو أحسن لي وأبو زرع، وأعطاني أبو زرع وأكرمني أبو زرع وفعل بي أبو زرع إلى آخره. وهذا الحديث صححه أبو يعلى. النبي صلى الله عليه وآله ضرب لعائشة مثالا، قال لها فقال لها: إن مثلي ومثلك كأبي زرع. مثال لعائشة. طيب خلينا نوقف شوية على هذه الكلمة اللي قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ماذا قال؟ قال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، أنت ما تخلصين من ابنتي، ما تخلصين أذية للزهراء سلام الله عليها. يا حميراء نهرها، تكلم بها لأنها كانت تؤذي فاطمة سلام الله عليها. هذه الرواية من أهل الخلاف، رواية من كتب المخالفين. وفي رواية وردت في شرح نهج البلاغة الجزء التاسع الصفحة 198: لاحظوا قلة الأدب، لاحظوا النصب الذي كانت عليه هذه المرأة الخبيثة. وشرح نهج البلاغة لأحد علمائهم. موضع الشاهد كذلك حتى لا أطيل عليكم، يقول: ثم ماتت فاطمة فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كلهن إلى بني هاشم في العزاء. كل نساء النبي إجن عند بني هاشم في العزاء إلا عائشة فإنها لم تأتي وأظهرت مرضة، يعني قالت أنا مريضة، سوت لها عذر وما أجت. ونقل إلى علي عليه السلام عنها كلام يدل على السرور، ثم بايع على أبيها أو ثم بايع على أباها، فسرت بذلك وأظهرت من الاستبشار بتمام البيعة واستقرار. ماذا يقول؟ يقول: ونقل إلى علي عليه السلام عنها كلام يدل على السرور. فرحانة فرحانة كانت، ما صدقت أن الزهراء سلام الله عليها توفيت أثر هجوم أبيها وصاحبه، وحدث الذي حدث من كسر الضلع وإسقاط الجنين وإلى آخره من هذه الجناية العظمى. فرحانة فرحانة، امرأة ناصبية، امرأة ناصبية تفرح حينما تسمع بأن أحد من أهل البيت قتل وانتقل إلى جوار ربه. نفس هذه القصة سوتها مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حينما وصلها نبأ استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا فعلت؟ سجدت شكرا لله وأعتقت غلامها
وأسمته عبد الرحمن تيمنا بابن ملجم المرادي لعنه الله قاتل أمير المؤمنين. هذه عائشة، هذه عائشة اللي طالعين بعض شنو أرد أقول عنهم ذولا البترية الذين يدعون التشيع شرذمة، يقولون أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. هذه عائشة، أنا أسألكم بالله أيها المنصفون، لما شخص يأتي ويترضى على الشمر ويترحم على الشمر، أنتم كشيعة لا تتقبلون من هذا، تقولون هذا جرم، هذا انحراف، كيف تترضى أو تترحم على قاتل سيد الشهداء؟ أخي نفس الشيء، عائشة في روايتنا قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، حاربت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانت تبغضهم، كانت تبغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من باب أولى حينما نسمع شخصا يترضى عليها نوقف بوجهه والنزلة كائنا من كان. أختم برواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكيف لعن من يؤذي فاطمة أو لعن من يشك في فضلها كذلك. القصة أن الزهراء سلام الله عليها بمعجزة، الزهراء لها معجزات وكرامات، كانت تطبخ فتضع يدها، مضمون القصة، في الإناء الذي يغلي ولا تحترق يدها. فعائشة حينما رأت هذا المنظر اندهشت، تعجبت. فماذا تقول الرواية؟ تقول فخرجت عائشة فزعة مذعورة حتى دخلت على أبيها فقالت يا أبه إني رأيت من فاطمة الزهراء أمرا عجيبا، أو في رواية أو في لفظ آخر أمرا عجبا، رأيتها وهي تعمل في القدر والقدر على النار يغلي وهي تحرك ما في القدر بيدها، فقال لها يا بني اكتمي فإن هذا أمر عظيم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل هذا اللي صار من تآمر بينها وبين أبيها وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الناس يستعظمون ويستكثرون ما رأوا من القدر والنار، والذي بعثني بالرسالة واصطفاني بالنبوة، لقد حرم الله تعالى على النار لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها وفي رواية وعظمها، وفطم النار ذريتها وشيعتها، إن من نسل فاطمة من تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال، وتضرب به الجن بين يديه بالسيف، وتوافي إليه الأنبياء بعهودها، تسلم إليه الأرض كنوزها، وتنزل عليه من السماء بركات ما فيها. ثم قال الويل لمن شك في فضل فاطمة، لعن الله من يبغضها. لعن عائشة، النبي صلى الله عليه وآله لعن عائشة. عائشة قبل رويتكم أنها كانت تظهر السرور في استشهاد الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، النبي ماذا قال؟ لعن الله من يبغضها، لعن الله من يبغض بعلها. عائشة كانت تبغض أمير المؤمنين، بل قاتلت أمير المؤمنين، وهي التي قالت لا تدخلوا في بيتي من لا أحب، تعني الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وهذه روايات في كتب المخالفين، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقائق. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من يبغضها، ولم يرضى بإمامة ولدها، إن لفاطمة يوم القيامة موقفا ولشيعتها موقفا، وإن فاطمة تدعى فتكسى وتشفع فتشفع على رغم كل راغم، غصبا على عائشة وعلى كل واحد ناصبي يبغض الزهراء سلام الله عليها. فلا تجون تقولون النبي ما لعن، لا، النبي لعن، النبي لعن، وفي غيرها من الروايات. فالسلام على الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على عائشة التي كانت تتشفى وتظهر السرور حينما سمعت بمقتلها وفي انتقالها إلى الرفيق الأعلى.